دايما بيقولوا ان الممثل المسرحي لازم يبقى عنده قوة في الاداء، صوت جهور، هل ده حقيقي؟ هو انا بقى يعني بعتقد ان اي ممثل لازم يكون عنده قوة في الاداء، لانه اللي عنده القوة ممكن يقللها، اذا ما عندوش مش ممكن يزود. يعني ما اقدرش اقول ان يقال انه في السينما مش مطلوب التمثيل المسرحي، لان التمثيل في السينما رقيق. طب انا عايز اخد ممثل سينما وشغله في المسرح، يبقى الموقف ايه اذا هو ما عندوش الكتير؟ يعني انا لو بفصل بدله، وانا بدلتي بتتفصل ب 3 متر الا ربع، فجبت 2 متر هيطلع بطن قصير، يطلع تروكار او جاكيته كم وكم لا يعني. انما لو حبيت اعمل اكون يعني مطمن ان البدله هتطلع مظبوطه، ويمكن اعمل سديري وما اجيب 3 متر. فدايما اللي عنده الكتير هو القادر على اختزال المطلوب طبقا لتقنيات المهنه المطروحه او الحقل الذي يتعامل فيه، سينما او مسرح او اذاعه او تلفزيون. ممثل، ان يكون ممثلا. يعني ايه يكون ممثل؟ يعني اولا ربنا اداله ما يسمى بالموهبه، اداله امكانيات التعبير عن هذه الموهبه والتواصل لدى الناس، ده القبول، حاجة بتاعت ربنا. بس مش دي مواصفات اي ممثل غير الممثل المسرحي؟ لان الممثل المسرحي بيقال انه لازم يبقى له مواصفات معينه. ممثل لازم يكون عنده صوت، لازم يكون عنده زي ما قلت قبل كده الموهبه اللي ربنا اداها له، وعنده القبول. وبعدين تدخل عناصر التكوين او عناصر التدريب والتهذيب، زائد عناصر التثقيف. عناصر التثقيف جزئين: معلومات لها علاقة بصميم المهنة، زي يدرس سولفيج، يدرب صوته، يتعود على التنفس المظبوط، زي يبقى عنده سيولة جسدية وليونة للتعبير الحركي وتعبير بالجسد، زائد مجموعة علوم أخرى بدءا من علم النفس انتهاء بالعلوم المتخمة لعلم الأداء التمثيلي، زي ديكورات، يبقى فهم تاريخ التشكيل أو المعمار المسرحي كيف بدأ، ايه هي اساليب المعمار المسرحي، يعني تعامل مع تقنيات العرض المسرحي، زي تعامل مع الاليات، تعامل مع اكسسوار، تعامل مع ديكور. لازم يكون ملم بكل هذه الاشياء. لازم تاريخ المسرح، تاريخ الموسيقى، تاريخ الازياء، يعني لازم يبقى عنده، وتاريخ وعلم النفس، لازم يدرس علم النفس. لان احنا وظيفتنا ان احنا نقدم شخصيات، في فرق بين ان اقدم استاذ جامعه او اقدم انسان بلطجي، او ان اقدم طيار، او ان اقدم موسيقي، او ان اقدم انسان جاهل. النماذج او الحجم او القدرات العلميه عندما تغزو الانسان بتصيبه ببعض اللمحات في السلوك وفي الاشاره، في استخدام بعض الالفاظ، طريقه جلوس مختلفه. الاستاذ اللي بيحاضر غير المؤذن، غير البياع المتجول، غير الطبيب الجراح. يعني دراسة علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الوظيفة والبعد السياسي، تاريخ علاقة المجتمع بالسلوك الإنساني، كل هذه الأشياء حقيقة بتغزو الفنان وتفرقه في حدود يعني قدرته على احتواء أو هضم هذه المعلومات. هلوم بينا نهرب؟ نهرب من مثل هذا النداء الفاجع؟ تلك امرأة ولا شك فقدت بطة أو خطفت منها عنزة. توت توت توت، أين أنت؟ توت. أرجع لسؤال حضرتك سألتيه، ليه يسهل على ممثل المسرح أن يمثل سينما؟ بل تاريخ السينما العالمي يزخر بنجوم كلهم انطلقوا من المسرح، وليس العكس. مش دايما بالضرورة ممثل السينما الناجح جدا يكون ممثل مسرحي ناجح جدا، لأن من يملك الأصول يملك الفروع، ومن يملك الفروع ليس بالضرورة بقادر على أن يتمكن من ناصية الأصول. فالمسرح هو أبو الفنون. من يمثل مسرح فمعناه أنه عنده صوت، وعنده قدرة على التوضيح، وعنده قدرة على التأثير، وعنده قدرة على التنفس، وعنده قدرة على التعامل مع التقنيات المختلفة. إذن يصلح أن يتعامل مع الميكروفون، يصلح أن يتعامل مع الكاميرا، يصلح أن يتعامل مع مفردات العروض الفنية المختلفة. أستاذ كرم، ماذا تعني كلمة دراما؟ دراما يا سيدتي، الدراما حركة، الدراما يعني صراع، الدراما هو الصدام. ويمكن بالتواتر
لو قعدنا نقول دراما يعني حركة يعني صراع يعني صدام يعني أبيض وسود يعني خير وشر يعني إقدام وإحجام يعني أخذ وعطاء يعني شيء عكس شيء في حالة تضاد وفي حالة تصارع ممكن يفضلوا الاثنين عكس بعض بس مش في حالة ديناميكية في حالة استاتيكية لما هما اثنين متناقضين حالة تصارعهم مع بعض ومن هنا يبقى التلازم بين الدراما وبين الحياة لأن مش متصور الحياة بلا صراع أو بلا تخيل حضرتك إن الدراما دي يعني بتبدأ مع بداية مواجهة الإنسان للحياة يعني من أول ما الجنين يواجه الحياة بيبتدي يعبر عن وجهة نظره بالبكاء أولاد الحوار اللي بيني وبين حضرتك حضرتك بتسألي وأنا رد هذا دراما والحوار في المسرح أو في التلفزيون أو في السينما ليه إحنا ما بنقولش حاجة عكس حاجة يا أستاذ كارو مش لازم متناقضين ممكن سؤال والرد على السؤال لأن حضرتك أكيد وأنت بتطرح السؤال أنت في بالك خاطر قد استجيب وقد لا استجيب لهذا الخاطر فقد اتناقض معك وقد اخطئ وقد اتفق والحوار مش دايما معناه الصدام 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 لأن في حاله الصدام يصل الى مرحلته سمته يعني قمته عندما يصل الى زي ما بيقولوا بقى الصراع الحقيقي وقد يبدا بجدل قد يبدا بتساؤلات فالتساؤلات برضو تدخل في سياق الدراما لان مجرد ان انا اتساءل ده في حد ذاته ان انا ما عنديش الاجابه تجي الاجابه قد اقبلها وقد لا اقبلها الدراما هي مجموعه تساؤلات توصل في النهايه الى قناعه بشيء او قناعه بعكس الشيء حضرتك اول حاجه اشتغلتها مسرح قبل التلفزيون في التلفزيون كنت بعمل لتطفئ الشمس في المسرح مخرجا كنت بعمل فرافير ممثلا كنت بعمل هاملت على الاوبرا اللي احترقت يعني في وقت واحد كنت بمارس الاخراج والتمثيل المسرحي مع مسلسل لتطفئ الشمس مع فيلم سيد درويش الفنان بلا تاريخ الفنان بلا ذاكرة بلا هوية بلا أصالة الفن الحقيقي هو أن نزاوج بين الأصول التاريخية لأن ما نقدرش نهرب منها أنا ابن مين ابن مين ابن مين اتولدت فين عشت فين أبويا كان بيشتغل إيه كل ده أنا مرتبط بمحمد علي باشا الكبير ولا مرتبط برفاعه الطهطاوي ولا مرتبط بنابليون بونابرت يعني فروق ما بين الأجداد والأسلاف القدامى وبين إنسان يقول لك أنا ابن النهاردة مش حد في ديني ابن النهاردة حتى الدراسات العلمية حتى التطور العلمي مبني على مجموعة تراكبات علمية بتؤدي في النهاية ربما إلى نظريات مناقضة للنظريات اللي كانت موجودة ولكن من ابتكر النظرية المناقضة انطلق من نظرية أخرى وانتهى إلى عكسها لا ينطلق أحد من فراغ التاريخ هو الأرضية التي يقف عليها الإنسان لأنه ليس هناك ثمة إنسان معلق بين السماء والأرض لابد أن تكون له أرضية ثابتة هذه الأرضية الثابتة هو من هو من أبوه من تاريخه إلى أي مجتمع ينتمي إلى أي حقبة زمنية إيه الروافد العلمية إيه الزخم اللي موجود في هذا التراث التقاليد العادات الدين كل ده يشكل بالنسبة للإنسان جوهره الحقيقي فيتعامل مع الحاضر ومع المستقبل على أساس استيعابه للتاريخ طب أستاذ كرم لماذا نجح المسرح الأوروبي وخصوصا المسرح الكلاسيكي زي مسرح شكسبير ومع ذلك بيعتبروا مسرحياته عصرية لأنها كانت مغلة للغاية في الواقعية لماذا نجح أديبنا الكبير نجيب محفوظ أن يصبح عالميا لأنه كان واقعيا للغاية وأصيلا وأمينا في تحليله وتعبيره عن ذلك الواقع يعني الفنان لما نقول تشيكوف لما نقول بولير لما نقول شكسبير نقول دوستويفسكي لما نقول إبسن ستريمبرغ حتى الذين نجحوا مع معارضين ومؤيدين أن يعبروا عن مرحلة خطيرة جدا زي يونسكو وبيكيت وأدامون في القرن الحالي ما بعد الحرب العالمية الثانية بالسواد بالتشاؤم اللي طرحوه كل هؤلاء المؤلفين يستقبلوا النهاردة بشيء من الانبهار وشيء من التآلف وشيء من الانجذاب والاقتناع لأنهم كانوا أصلاء مع أنفسهم وهم يعبرون عن واقعهم فالوصول إلى حالة الإنسانية المطلقة أو العالمية في التلقي هي الإيغال الحقيقي في الواقع المعاش والتعبير بصدق عن تفاصيل هذا الواقع